ميرسي يا دكتور، عاش من شافك. مفيش حاجة، اتفضلي يا مرحبا. ميرسي، انت طول عمرك جونتي بالميرسي. لا لا لا، خليك مطرحك. مش تقول انك غاوي كراكيب. ما كانش قصدي. لا ابدا، اتفضلي يا فندم. مات إزازتين شمبانيا بفضل. مش بقولك إنه غرب. يا باشا يا باشا. يا أخي مدام غاوي كراكيب ما يروح المسحة ولا يسرح بقفص نظافيته. واحد وشايل كركبته، التاني تعبان ليه؟ على رأيك. الشمبانيا يا فندم. الحساب من فضلك. حاضر. بعد إذنك هاني، لازم أروح. تصبح على خير يا بنتي. بصحة بابا بنته. ميرسي. تعرفي ايه عن الراجل ده؟ كل اللي اعرفه انه بيدفع بقشيش اكتر من غيره. تسألي ليه؟ مش عارفه. قال يا ازازه من غير راجل يا فضيحه بجلاجل. زمان كانت ازايز الشمبانيا بتجري تحت رجليا وقلوب الرجاله بتتدحرج حواليا. ما كانش في على الحجر غيري. قال ازازتين، قال واحده ليكي وواحده ليا، واحده مقفوله وواحده مفتوحه. يا نخلتين في العلالي، يا بلحهم دوا، يا ازازتين في الجرد يا وكستهم سوا، يا وكستهم سوا.